بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج جلسات بلدية الجزء الثاني. كنرحبوا في هذه الحلقة هذه بواحد الفنان قدير اللي كيمثل مدينة الجرف والفن الجرفي. معنا الفنان سويلم الجرفي. أهلا وسهلا، مرحبا بك. شكرا خويا رضا، وشكرا على الاستضافة، وشكرا للجمهور الكريم اللي كيتابعنا، وكنشكركم بزاف بزاف على هادشي اللي كديروا، والله يعاونكم. الله يبارك فيك. حنا بدورنا كنشكرك على القدوم ديالك من الجرف، وعذبناك معنا واخا شهر رمضان ما رديتي لناش الدعوه فوجانا وجيتي. تنشكرك، شكرا بزاف بزاف السي سويلم. مرحبا مرحبا. كما كنعرفوا الناس ديال الجرف والفن الجرفي، وهذا يعني شي حاجه اللي هي اساسيه، مكون اساسي من الفن البلدي. نعم. ونقدروا نقولوا انه هو من الاصل كاع ديال البلدي راه جرفي. اصل البلدي الاولاني راه من الجرف، وكما قلنا ديال عرب الصباح وهذيك الجهه كامله. يمكن لك تحدثنا على الاصول ديال الفن البلدي ديالكم والفن البلدي بصفه عامه، واعطينا كيفاش حتى بديتي، كيفاش حتى انطلقتي في هذا المسار من النهار الاول، شنو المسائل اللي تدرجتي فيها حتى وصلتي انك كما كنعرفوا كتشتغل مع جرافه الرواد، وعندك عاوتاني الفرقة ديالك العصرية اللي كتشتغل بها في الإعراس، وهذا بشكل عصري وبآلات عصرية وغناء عصري. عاودنا على هذه المسائل خطوة بخطوة. أولا وقبل كل شيء كنشكركم بزاف بزاف. وهو الفن البلدي هو من الجرف. نعم. أصله من الجرف، لأن الفن البلدي كامل كان من الجرف، والجرف كانوا كيبدعوا، يعني كيبدعوا كما كنقولوا حنا في الكلام البلدي، كيقطعوا الكلام. نعم. كيقطعوا الكلام على حسب المواسم، مواسم ديال التمر، مواسم ديال تذكار النخال، مواسم ديال الحصاد، مواسم ديال الحرث، يعني كل موسم كيقطعوا له الكلام ديالو. والغناء البلدي فيه عده اغنيات. يعني هو كتسمى كاين الغرامي، كاين الصبوحي، كاين المزوقي، كاين الاغاني الوطنيه كما اغنيه ديال المسيره الخضراء. نعم. اغنيه وطنيه ديال عيد الاستقلال، اغنيه وطنيه ديال الفلاحه، يديكم هاي الدينا والملك نادى علينا، بفضلك يا الفلاح القريه تعود مدينه. نعم. وكاين بزاف ديال الاغاني البلديه. نعم. وهو اصل البلدي كاين نساء الاصل ديالو من الجرف. نعم. يعني الجرف راه هو المنبع ديال نعم. الاغاني البلديه، عرب الصباح، غريس، من فزنا الى حنابو. اييه، يعني جوج اغاني كافيين نعطيو بهم المثال، بحال البراد وبحال معيشه، راهم ديالكم ديال جرافه. اييه، يعني هادو كافيين الحمد لله، راهم الشهره ديالتهم واسعه. وكاينين بزاف اغاني، كاين الشطيبي. نعم. كاين النقادي. اييه. كاين معيشه. اه. كاين انا وقولوا الغزالي. اييه. كاين يا ربي جيب الحبيب. واحد الاغنيه كان عزيزه عليا ديالكم، ديما فيما نجي للجرف ولا شي حاجه كنطلب انها تغنى. نعم. لا ليكم ولا حتى الاصدقاء ديالي ديال جنان النبي، صحابنا. نعم. مصطفى والاصدقاء، تحيه. نعم. لهم من هذا المنبر. ديال سلامة لها. أيه. عزيزة عليا ديك الأغنية كثير. زوينة هذيك. عزيزة عليا. يعني هي راه كيقول لها سولها مالها. سولها مالها، والزمان اللي جالها طوال من جالها ما مشينا لها ولا جات. أيه فعلا. بالنسبة لك أنت كبدايات، عاودي لنا كيفاش حتى دخلتي لهذا الميدان، كيفاش اكتشفتي في نفسك الموهبة، ولا شكون اللي اكتشفك، ولا؟ لا، هو الموهبة هو الأب ديالي كان فنان، من كنيت من الناس اللي اشتغلوا مع الهاشمي النحاس، ومع الحاج وضبا الحاج، ومع الحاج الصغيري. كانت الفرقة بدات من اللي قالوا لنا من 1965 من جرف فيضان للجرف. نعم. بدات هذه الفرقة وكانوا دايرين فولكلور. يعني أنت دابا الفن وارثه من الوالد. أنا الفن وارثه من الوالد، نيت أبا عن جد. نعم. توارثه وسارح لي مع الدم. سبحان الله العظيم. يعني هذا الفن البلدي سارح لي مع الدم. كنشوفوها يعني فيك حتى فاش كتكون كتأدي، بحال ما كتبقاش معنا في هذا العالم. ما كتبقاش نيت، يعني كتعيش مع هذيك الاغنيه وكتعيش مع هذاك الكلام. علاش؟ لان هذاك الشيء راه واخا كاع تعيا ما تزين، راه لابد كيسرح لك مع الدم. نعم. وكيخص هذه الاغنيه يتادى بالطريقه ديالو. نعم. راه شحال من واحد دابا كيبغي يزوق وكما كنقولوا ما كتصدقلوش، كيبغي يعايب كما كيقولوا في واحد المثل، الغراب بغى يعايب المشيه ديال الامامه، حتى مشات ليه المشيه ديالو. مشات ليه المشيه ديالو. يعني انا هاد الاغاني توارثتها من الوالد ديالي ومن المجموعه البلديه اللي انا معاها، والمجموعه ديال التاصيلي مصطفى جنان النبي انا اللي اسستها في دارنا. نعم. وانا اللي اديت لها السميه ديال جنان النبي.
غير كيوقعوا خلافات كل الله يعاونهم. ممكن الحمد لله انتم ولاد بلاد وحده. ولاد بلاد وحده ويا ربي. كتشرفوا الجرف. حنا اي واحد كيبان راه سفير ديال الجرف. كلهم عزاز وكلهم يدوا. الله يجازيك بخير. وعزازين علينا كاملين وعارفينكم انتم كتبغيونا كلكم كتبغيونا. الله يجازيك بخير الله يعاونك. لان المحبه راه كتوصل للقلب. ايوا ضروري ضروري. انا الناس ديال الجرف من اعز الناس لقلبي بكل صراحه. الله يجازيك بخير. انتم عارفين هذا الشيء. الله يجازيك بخير. الله يبارك فيك. يعني دابا انت بديتي الفن في سن مبكره. انا بديت الفن في سن مبكره. وكنت يعني متعاطي لهذا الفن واخا الوالد ما بغاش ولا الخوت ما بغاوش يعني انا ما فقتش بهذا الفن حتى لقيتوني راسي راني كنبقى نغني بدون ما نشعر. وبديتي في الاول مع الاجواق ولا مع لا بديت في الاول بديت مع درت غير مجموعه غير صغيره غير صغيره غير بلديه حتى بقيت كنبان بشويه بشويه وخدمت عاود مع المعلم ديالي ونيتو الباترون ديالي كنشكرو من هذا المنبر سالم البطاهري. اييه سالم الجزافي البطاهري. نعم. علمني عاود داك الشيء ديال العصريه والبلدي. سي سالم الفنان. أيه. سي سالم الله يودي اوركسترا النسيم كيعزف كمان رائع. أيه. وعنده واحد الغناء رائع. انا براسي زعما لا لا صراحه انا بزاف خدمت معاه وراني صورت معاه حلقه في الموسم السابق ديال جلسات بلديه في 2020 فاش كنا جينا عندكم للجرف وفزنا وصراحه ذاك الرجل عظيم لا لا استاذ بمعنى الكلمه استاذ بمعنى الكلمه مدرسه ودرت اسست هذه المجموعه ديال جنان النبي كنا دايرين غير مجموعه غير بحال دقيقيه ولكن احنا كنتعاطوا البلدي مزيان مع انا كنت كنعطي البلدي نيت مزيان كنبغي نيت اللي يغني على حقه وطريقه حيت ما كيبغيش هو فيه هذه ولا هذه اسست هذيك المجموعه وقعوا خلافات بقيت يا سيدي عاود رجعت لسالم بقيت خدام مع سالم خدامين مزيان يلاه 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 حتى وليت كنخدم العصري وليت كنخدم الراي وليت كنخدم البلدي ما بقيتش مع المجموعه ديال جنان النبي التحقت بالمجموعه الكبيره اللي هي ديال الوليد. نعم. لان الاصل اللي كترجع للاصل ترجع للاصل رجعت له وانا دابا غادي معاهم مزيان وغادي لان عاود هاد الناس هادو كبار تعلمت منه بزاف ان كلام كاين واحد الاغاني كاع ما كيتغناوش وراه منهم هذاك السيد ديالكم الله يطول عمره ديال اللي تيدير القصبه اييه سيدي عبد الرحمن الختاري هو قال لي بين اشتغل مع باعوث وبين كان كاع هو مع باعوث في السهره ديال فاش توفى في المنصه باعوث الله يرحمه فيه اييه نعم نعم قالها لنا قالها هو حكى عليا جلسنا انا وياه وقالها لي قالها لنا قالها فعلا وكنخدم انا مع هذيك المجموعه وانا عجباني هذيك المجموعه حيت فيها الكبار وفيها الصغار متكامله اي واخا كاينه مجموعه صغيره ديال جنان النبي هذه المجموعه اللي فيها انا فيها عاود الصغار والكبار مزيج بين الاجيال اي نعم. يعني احنا كنستافدوا منه وكلها راه غادي في المسيره ديالو غادي مزيان ودابا الحمد لله كدير كتوازن ما بين الخدمه التقليديه مع هاد الناس الكبار اللي قلتي ليا بشكل تقليدي جرافه وكتخدم كذلك عصري عندك المجموعة ديالك العصرية عندي مجموعة عصرية الأوركسترا ديالكم عصرية كتشتغلوا شنو كتخدموا في هذه المجموعة هذه؟ هاد المجموعة البلدية ولا العصرية؟ لا العصرية ما البلدية راه المجموعة العصرية كنشتغلوا كيخدم معايا موجان مصطفى والسي الحنفي من هنا من مدينة الرشيدية مولاي عمر اي مولاي عمر وإسماعيل نيت اللي كيشطح بالصينيه اسماعيل نعرفو اسماعيل الصحراوي أيه. كنخدموا يعني جوق عصري هو صغير ولكن كيعطي الكثير فهمتك يعني قاضي الغرض يعني قاضي الغرض نيت غادي بجوق عصري كتغنيو وتديروا جميع الالوان ولا كتقتصروا لا كندير جميع الالوان كندير البلدي كندير الراي كندير الامداح النبويه كندير يعني داك الشيء كاع اللي كيخص بالاعراس يسير الليله كامله كاع داك الشيء اللي كيخص بالاعراس الغناء ديال العريس الغناء ديال العروسه الغناء ديال العريس الغناء ديال العروسه الغناء ديال الحنه ديال الصباح ديال يعني داك الشيء كاع اللي كيشمل بالعريس وبالعروسه كنغني وكنعاود ندير واحد الفصيل ديال كندير شي شويه فكاهه على حساب الشباب نعم. كنغني اغاني ديال الراي على حساب هاد الشباب عاود اللي كاينين نعم. نعم. كلها كنديروا له خاطرو تسمى كلها كنديروا له خاطرو مفهوم وبالنسبه لهادو المهرجانات اللي تتذكر اللي بارزه اللي بقات لك في الذاكره ديالك بعض المهرجانات اللي اشتغلتي فيهم بعد المهرجانات اشتغلت في مهرجان كنشتغل في مهرجان ديال مهرجان تسومور في ارفود اييه واشتغلت في واحد النسخه الاولى ديال ولاد الزهره ديال شيوخ الكلام دايرين واحد النسخه الاولى والنسخه الاولى ديال ابتسامه في مدينه قصر المنقاره كاع كنشتغل معه اي واحد بغى يدير شي نشاط لبوعنان مشيتو لبوعنان مشيت لبوعنان كنت كنمشي لبوعنان نعم يعني كنمشيو بالمجموعه العصريه بالمجموعه البلديه هي شحال هذه ما مشيناش وحيت من هاد القصه اللي جات كورونا اللي هنا شويه الامور مازال يلاه
كتصلح من الله تعالى راه كتزيان وراه كتزياد وغادي تولي المياه المجاريه ان شاء الله يا رب ان شاء الله. مرة أخرى مرحبا بك سي سليم الجرفي. الله يعطيك الخير ونهارك بلا هذا اللي جيتينا. الله يخليك. نستمر في حديثنا بعد الفاصل. مرحبا بكم الجمهور ديالنا مرة أخرى، دائما مستمرين في هذه الحلقة المتميزة مع الفنان سويلم الجرفي اليحياوي اللي هي الاسم ديالكم كامل المشهور بسويلم الجرفي. نعم. ما يمكن لناش نتكلموا على سويلم الجرفي بلا ما نتكلموا على واحد المحطة مهمة في المسار ديالك، وهي الفترة فاش وقع داك لو بوز مع السي يونس البولماني اللي تنوجه له التحية حتى هو من هذا المنبر، اللي كانت ليه حلقة معنا في 2020 في الجزء الأول ديال برنامج جلسات بلدية، ما كتبش باش تكون معنا فيها، ولكن الحمد لله كل حاجة كتجيب وقتها. عاود لينا على كيفاش جا هذاك كيفاش جات هذيك الصدفة، كيفاش حتى ديك الأغنية ديال حتى لقيت اللي تبغيني باقي كنعقل كنتو فيها أنت ويونس البولماني وكان عبدو بطرشي معاكم، كيفاش واش نتوما نويتوا باش هذاك الشيء غيتشهر شي نهار ويدير ديك الحالة في المغرب وخارج المغرب، ولا هذاك الشيء جا غير هكاك عفوي، ولا شرح لينا أكثر على هذه الواقعة هذه. وللإشارة باش نفكر الجمهور لان راه من 2018 لدابا كاين اجيال اخرى تقدر تكون ما لحقاتش، كنتي تشهرتي في هذيك الايام في وسائل الاعلام الوطنيه بمول كومبلي ديال الدريم ياك مول كومبلي ديال الدريم، مول كومبلي ديال الدريم غير ما دايروش اليوم ياك ما دايروش اليوم بدلو شويه دابا الزرقاء هذه 4000 ريال 4000 ريال طلعنا كراد الله يعطيك اخويا الدريم 4000 الله يعطيك اخويا مرحبا، لان كثير من الناس يقدروا ما يعرفوش الحس الكوميدي ديال السي سويلم، راه ما يمكنش تجلس حداه وما تموتش بالضحك. لا ضروري ضروري الضحك والتقشاب لا منتهي ضروري. نعم شرح لنا على هذا الواقع. هي اولا احنا بدينا ببساطة. نعم هي كلشي بالبساطة. نعم وحنا كنا غاديين على عهد الله وغاديين مزيان، وخاصة انا كندير النية بزاف. نعم كندير النية بزاف بزاف الى اقصى درجة، وهذا هو اللي معروف على الناس في البلاد كاملين. ما كنظنش انه غادي يغدرني ولا شي حاجة. نعم يعني مكدام تلاقينا وكلينا الطعام، والطعام راه هو كلشي. نعم احنا غاديين في باب الله غادي في واحد المسيره اللي هي زعما اللي غدرنا في هذيك المسيره راه يخاف على راسه. لا بالنسبه ليا انا ولا بالنسبه له، وانا كاع انا واحد نفسي بانني ما نعاودش كاع نهضر. هذا هو احنا بغينا نهضروا فيما هو فني. علاش؟ لان الا هضرت غادي نقول الصح، وهذاك الصح غادي ياثر كيأثر. احنا بغينا نخليو الجو دائما زوين، والجو دائما البرنامج ديالنا تيبغي يهضر على الفن وعلى واحد الوقيته كانوا جاو شي فنانين عندي وبغاو يدخلوا في مسائل يشكيو انهم محتاجين وان ما عنديش وانا الدار وانا عادي وانا هذاك الشيء ديال الله. انا قلت لهم الله يخليكم حنا جايبينكم نهضروا على ما هو فني. أيه. بغينا نهضروا في الفن ماشي ما بغيناش نهضروا في الظروف الاجتماعيه، كاينه برامج خاصه كتكلم على الظروف الاجتماعيه ديال الفنانين. حنا هذاك الشيء كل واحد ليه الله وكل واحد ربي يعينه، كل واحد ربي يعينه، ولكن حنا دابا كنهضروا في الفن، بغينا نهضروا على ما هو فني وما يهم فن البلدي والتراث ديال بلادنا بس. انا هادشي اللي بغيت نهضر عليه، ولكن كمل لي انا كملك في القصه على القصه ديال الاغنيه الاغنيه اللي نتوما كلكم شركاء فيها. الشهره ديال الاغنيه هو كنا فيها احنا كاملين. نعم. وخصنا نبقاو فيها احنا كاملين حتى واحد ما يتغر ويقول ديالي. نعم. لان ما كيقول انا وحدي غير الشيطان على الله. اما احنا غاديين كمجموعه خصنا نبقاو كمجموعه. ما عرفناش الخير احنا كاع في وجه من غادي جا في هذاك الخير. واش في وجه هذاك السيد، واش في وجه عبد الوهاب، واش في وجهي انا، واش في وجه هذاك الجمهور اللي عطاه واحد وعطاها واحد كل حال. الحمد لله يا الشهره راه طالتكم كلكم. وجه هذاك السيد اللي عطاها واحد القيمه وعطاها واحد التصوير اللي كنشكروا من هذا المنبر مولاي علي الاسماعيلي. اي ديال قلميمه. اي يعني خصنا حتى هو ما نساوش. نعم. مادام هذه الخبيزه جابها لنا الله حتى واحد ما يتغر ويحوزها لجهته. لان كيقول لك من بني على باطل فانه باطل. وربما اللي غدر دابا هو اللي غدر راه غادي يمشي نعيا غادي يرجع للصح. هو ربما اللي كان ان وقيل الانظار توجهت ليونس اكثر. توجهت ليونس ولا هذه يقول له عندي ناس. لأن كيقول لك واحد المثال، لا إنسان إلا بناسه ولا موس إلا براسه. نعم. يعني راه لابد كيكون واحد جنود الخفاء، واحد الناس، ما تقولش أنا درت كل شيء. يعني واش حنا نساو الفنانة كاع، القيمة الرشيدية ما فيه فنانة غير واحد وحده اللي كاين. يعني الناس كتمشي كتخلي الأصل وكتمشي واحد قال جوج كلمات معطوه قيمة واللي عنده أصل وفنان كبير من الرشيدية وجهة درعتها في ناس. شوف السي سويلم. فنانة كبار كنساوه. شوف حنا كتار بينا فنانين. ولكن الا وصل غير واحد مننا ولا جوج راه يمثل البقيه ماشي مشكل. يمثل البقيه ولاني ما ينساش دوك الناس.
احنا ما كنكرهو واحد ولكني نشوف دوك الناس اللي وقفوا معايا ووصلوني راه اليوم ها انت وصلت ووصلوك الناس ولكن غدا راه دوك الناس اللي وصلوك غادي يطيحوا وهو غادي لها نتمنوا كل شيء يوصل ان شاء الله كل شيء غادي يوصل ولكن اللي مشى في الغدر راه ما يوصلش اللي مشى في الغدر راه ما يوصلش المهم على اي غادي بنيه حسنه لا بغينا نذكروا هذاك الذكرى مشينا في ديك الاغنيه انا كنت كنغني ديك الاغنيه وعندي الصوت ديالها هو عازف هو غير كيعزف يعني صدقات ديك الاغنيه اعطيناه الكلام كامل انه يقول ديالو وعاوناه بان ديالو لا في التلحين ولا في الاداء اما راه الكلمات ديالو والتلحين ديالي انا والاداء ديالي ولكني قلنا باش ما نبقاش نبانو انا ويبان الاخر ويبان الاخر حنا وجهنا له كل شيء مادام وجهنا لك حنا كل شيء واعطينا كل شيء ما تديش كل شيء باش ما نطولش يعني راه معاك جنود باش معاك ناس باش ما نتعمقوش دابا في هذا الموضوع السيسوين حنا بغينا نذكروا ديك الذكرى بالخير بايجابيتها ماشي بسلبيتها ايجابيتها راه عطاتنا حنا على كل حال بفضل هذيك الاغنيه وبفضل هذاك الفيديو انت كذلك براسك راه الحمد لله طالتك شويه الشهره ايوا ضروري ضروري انت معروف على الصعيد ديال المنطقه ديالك وليتي معروف على الصعيد الوطني ضروري. كذلك هو راه كلشي من الخير عسى ان تكرهوا عسى ان تحبوا كي قال لك قبيله في الكواليس كنضحكوا الكاشي طلع شويه الكاشي طلع شويه والله انت واش يعني ايجابيات يطلع وصافي ما ترجعش تولي صافي سير ولكن راه سبقناه صافي صافي تكرهوا موتكم بخير شوف كل كيدير اللي في رزقه اللي مكتب ليه شي شهره غيديها اللي مكتب له شي رزق غيديه ما تنساش اخويا رضا راه كيقول لك واحد المثال كيغيضك الحال على اللي ليك ان واحد الانسان كدير فيه الثقه ودير فيه كل شيء وتعطيه كل شيء ودير كل شيء وفي التالي يهزك ويطلقك على راسك انا شوف راه ما يتهضملكش شوف انا هذا الشيء راه ما نقطعوش في المونتاج ايوا ما تقطعوش خليه نخليه ولكن انا باش انا عاوتاني نكون عاوتاني نهضر على نفسي نقول بنادم الله يهديه انا نهضر على نفسي انا يوسف الماني صديق ديالي عزيز وانت صديق عزيز انت ديالي كان صديق ديالي انا اكثر منك واغي اسمع واغي اسمع شي حاجه ما تفهمتوش نتوما فيها ولا هذا هادشي نزاعات كتوقع حتى بين الكويريه بين الرياضيين بين الفنانين بين حتى رجال الدين تيدابزو بيناتهم اش ما هو من ميدان فيه الخلاف حنا كان فيه خليني نكمل نعم اي ميدان فيه الخلاف وفيه الاختلاف صافي نعم وكي كنقولوا الاختلاف لا يفسد للود قضيه ربما واحد النهار غادي تصلح الامور وترجع لمجاريها لا داعي باش نجبدوا الحاجات اللي تجرح ولا هذه ولا هذه هذا من جهه هذا من جهه انا بعدا عن نفسي انا راه كنبغيكم كلكم وكلكم عزازين عليا وما خصني لا نبين هذا تيضرب في هذا ولا هذا تيضرب في هذا باش نحافظ على صورتي معكم حتى حنا ما كنضربوا حتى فشي واحد غير قلنا بنادم حنا بغينا نحتفظ بغينا نخليو النزاعات انسان خصو يحتفظ على الناس اللي كانوا معاه انا ما كنقولش غير عليه اما راه كنا خدامين انا وياه نصيحه راه كنا خدامين انا وياه وقعوا نزاعات وقعوا كلام وقعوا ولكن حتى واحد ما كان كيعرفنا علاش اش بيناتنا الشيء السي الحيوي هذا الشيء تيوقع صارف هذا الشيء تيوقع كما قلت لك في اي ميدان المهم باش ما نطولوش على الجمهور ديالنا ما كيوقع والو كيوقعوا نزاعات ولكن بنادم راه حيت يوصل ليني كبر كرشو راه كيوقعوا نزاعات نيت يعني هذا ما راه كيوقع شويه الا كان توصل راه قال لك اللي بغى لا ما كيتعامى انا كنت كنتعامى علاش لان باغي الاستمراريه ما وكلام الناس ماشي مشكل شوف انت راه الرساله الا كانت راك وصلتيها واللي خصو تلقى الرساله راه غادي يكون تلقاها الرساله اللي تلقاو الناس كامله نعم. انا كنقولها لهم بان اي واحد ما يتغرش لان حنا فينا واحد الغرور مرحبا. كاين بنادم كيطلع شويه كيبان شويه كيقول راني انا وصلت لا نعم مش ماشي كلشي ماشي كلشي ماشي كلشي ولكني من هذا المنبر انا كنقول لاي انسان ما يتغرش نعم حتى اللي عطاه الله صحته ولا عطاه الله الزين ولا عطاه شي حاجه يكثر له في الحمد ويحاول يتواضع على القليل والكثير يحاول يتواضع وما ينساش الناس اللي وصلوه لان راه كيقول لك واحد المثال شحال واحد شحال من واحد ما غاديش نقول هو ولا هادي شحال واحد كيطلع كي شويه كيقول لك صافي هذيك الجهه صافي هذيك الجهه صافي هذوك الناس ضعاف هذوك الناس ما هذا شوف كل واحد يعني اش كنقول لك واحد المثال هذا باش يرجع كلها يرجع ديالته. باش كلها يرجع نعم. كيقول لك واحد المثال كاين يا البياع قطيفته راه ليها يولي القطيفه شكون هي القطيفه القطيفه هي كنقولوا الزربيه الزربيه اش كتعني كتعني اولا الوطن كتعني الوالدين كتعني البلاد كتعني الاصدقاء فيها كل شيء تعبير مجازي ديالها تعبير مثال وراه كاين كيقول لك يا البياع قطيفته راه ليها يولي ويحوزو برد الليالي لغطاها يا اللي كتقول العيب في الرجال راه العيب تالي والدنيا ما يبقى حد وراها
هذا المثل عمي. ما كانش اجمل من اننا نختموا بهذا المثل هذا. كنقولوا لي انا ونقولوا لواحد اخر ونقولوا لواحد اخر ونقولوا لواحد اخر. سي سوين ونختم بواحد المثل. ختم به باش نسدوا هذا القوس باش ندوزوا للمحاور اخر. ندوزوا للقوس اخر واحد المثل نقولوا لان كاين فينا. نعم. الفنانه كامله خاصه انا طليت عليه وكنلاحظها وكنلمسها. يعني كيقولوا واحد المثل ما هبلش اللي حرس السطح ولكن نهبل اللي عطاه الزريعه. السن تضحك للسن والقلب فيه الخديعه. ما هبلش اللي حرس السطح ولكن نهبل اللي باع له الزريعه. اللي عارفه غير حرس السطح وباعها ليه. ما قالوا ما هبلش اللي حرس السطح. نعم. ولكن نهبل اللي باع له الزريعه. فهم المعنى ديالها. السن تضحك للسن والقلب فيه الخديعه. علاش خصنا نحيدوا هذا التنفيق بيناتنا؟ خصنا نحيدوا هذه الكراهيه. كتلقى انا كنشوف فنانه هذه نصيحه للفنانين. كنشوف فنانه وكنشوف شباب وكنشوف كل شيء كيتلقى بصاحبه اليوم ويجلسوا جمعه مباركه كل عام وانتم بخير اخبارك لاباس بخير راك منور تبارك الله غير كيعطي بالظهر صافي كتقال مزبره تاكل فيه. علاش خصنا نحيدوا هذا الحقد مننا؟ شوف شوف مني وجبد ما كنقولش غير انا. سمح لي نختم انا باش كتسمى هذا القوس بواحد الكلمه طيبه. مرحبا وسمحوا لي انا راه كنقول سمحوا لي هذا القوس عشان نقول وكنقولها للجمهور العزيز انا راه ما عنديش الواتساب ما عنديش داكشي ديال التواصل حتى القناه ديالي راه مخليها غير للصديق ديالي مصطفى موجان. اش ما يقولش شي واحد راه كيراسلني ولا كيصيفطني طلب صدقه وما كنجاوبوش لا متواضع ما متواضعش منفخ لا انا راه ما دخلش داك الشيء نخلي القناه للجمهور. شوف استاذ اللي بغى يقول يقول اللي بغى يعاير يعاير اللي بغى يشكر يشكر. لا لا انا بعدا كنشكركم كامله. لا انت مشكور ومحبوب الحمد لله. دابا غير جيتي كنا في الكواليس كنتذكروا وجبت لك شحال من اغنيه كتعجبني عندك. الله يجازيك بخير. شحال من اغنيه يعني باش تكتبي لي. انا كنبغي الشباب وكنبغي الناس يكونوا يد وحده يكونوا يد وحده. شحال من اغنيه كتعجبني نسمعها بصوتك واخا هي التورات ولا قديمه ماشي ديالك ولكن يعجبني نسمعها بلا فيرسيون ديالك حتى بالصوت ديالك. الله يجازيك. حتى حنا راه ملي كنا صغار شويه انتم راكم كاينين تبارك الله. نعم نعم. كنسمعوكم وكنفتخروا. هو ضروري خصو يكون التواضع. هذا هو لافونتاج اللي عندي انني كنت صغير وكنتصنت ليكم كلكم الحمد لله كنت كنشوفكم. وحيانا الله حتى ولينا اشتغلنا معاكم وجلسنا معاكم وحنا حتى انت راجل زين وراجل طيب وانسان كتبغي الخير للجمهور. كنشكروك وكنشكروا الناس اللي فرحوا بينا وهذا واجب علينا وعليكم. وانا كنقولها اي واحد احتاجني ولا بغاني انا ماشي انسان اللي كما كيقولوا مادي ولا هذه لا انا ترى بالرجال وبين هذا الفن يطلع وبين يوصل حتى الاعلام راه عطينا بالظهر. واش هذا الشيء هذا احنا كنحاولوا دابا والله يا خويا نحركوا راه واش مقلوب علينا القفا ولا ما نحنا جينا في هذه الجهه بعاد. شوف ما نتسناهمش يجيو عندنا من الرباط لا الدار البيضاء. نعم. نخدموا في بلادنا براسنا حتى هما يعاونونا حنا نخلقوا حنا كنقولها انا كنقولها الناس المسؤولين يحاولوا يعطوا اهميه لهذه البلدي ويعطوا اهميه للفنانه ان شاء الله. كلها راه باش نقسم له الله ولكن غير اللي يعطوه اهميه راهو كيفرحوا الناس راهو كي راه بدات البوادر تتبان. ايوا يا ربي لك الحمد بغيناها تبان. دابا بان المعهد الجديد ديال الموسيقى والمركز الثقافي الجديد. عندنا جوج مراكز ثقافيه هنا في الرشيد ديال الولاد الحاج وترقه ومشكوره وزاره الثقافه على هذه البديله ديالها. الحمد لله لاباس لاباس راه الا جيتي تشوف بالله بكم بالله بكم بالله بكم يا ربي احسن من داك الشيء اللي فات بكثير. ايوا الحمد لله يعني اللي جاي غيكون افضل عاوتاني من هذا الشيء اللي راه دابا. ايوا حنا عند الله وكنحمد الله ونشكره على كل حال يا ربي لك الحمد. سي سويل بغيت نذكر انا على واحد جوج الاغاني لفتوا لنا الانتباه ديالنا مؤخرا. كنتي غنيتي على الريصاني مولاي علي الشريف وعاوتاني درتي واحد الاغنيه على الجرف. الجرف نيت البلاد مازال ما درت لهاش الفيديو كليب وراها باقيه كتوجد كاينه كتوجد ان شاء الله. عاود لنا على بعدا ديال تريصاني كيفاش جات وباختصار على ود وقت البرنامج. مرحبا. وحكي لنا على هذه ان شاء الله اللي غادي توجدها للجمهور وقول لنا عندك شي اعمال قادمه قبل ما نختموا الحلقه. مرحبا. اولا الاغنيه ديال الريصاني انا اختاريت ان ندير الاغنيه الاولى واخا انا من مدينه الجرف. اختاريت ان ندير الاغنيه الاولى على الريصاني لان الريصاني سجل مساء عندها اقدميه ومولي علي الشريف الله يدي. وصراحه وكنوجهها نتا لسيدنا نصر الله أيه يعني العلويين كامله العلويين راه وانا ما نكذبش عليك كنمشي للريصاني كيفرحوا بيا ولقيت عنده واحد المآثير اللي هي زوينه وعنده واحد الناس اللي هما يعني كيستقبلوا انسان زوين. فكرت انني ندير هذيك الاغنيه على الريصاني والريصاني عامة وان شاء الله خدمات وزوينه وصراحه الله يجازيه بخير. كاين الناس اللي هما جنود الخفاء كاينه على اليوتيوب اللي بغى يدخل يشوفها شنو كتبوا العنوان كدير صوت الجنوب الشرقي
صوت الجنوب الشرقي كاينه اغنيه ديال الريصاني، سويلم الجرفي، سويلم الجرفي، الريصاني، الريصاني، كتخرج الاغنيه، كتخرج الاغنيه. مرحبا. وبالنسبه لديال الجرف اللي غنيتي على البلاد ديالك، ديال الجرف هو ان انا جلست مع الاستاذ عماري عبد الحميد وقال لي يا ودي راه كاينه واحد الاغنيه هي راه تغنات، غنوها فنانه باحتراماتي ليهم ناس في الرشيديه، وبغيت نغنيها حتى انا بالصوت ديالي ونضيف لها واحد الكلمات، حيت الكلمات والالحان ديال عماري، وبغيت نضيف لها انا واحد الكلمات اللي على الخطاره وعلى القصور، وضفتهم وراني شجتها ان شاء الله في استوديو صحراء عند عصام. نعم. وغادي ندير لها الفيديو كليب ان شاء الله في القريب ان شاء الله. ان شاء الله. واخا قبل ما نختموا الحلقه ديالتنا، واخا راك وجهتي نصائح، بغيت توجه واحد النصيحه خاصه الشباب الجداد اللي غادي ياخذوا المشعل في هذا الفن، اللي هما حنا واللي غيجيو بعد منا. نعم. شنو نصيحتك للشباب باش ينجحوا في المسار ديالهم؟ يمكن لك توجه الكاميرا وتوجه لهم نصيحه. نصيحه اللي نوجهها للشباب اللي راهو تبارك الله زوينين وراه الوقت عطاته وهما راهو تبارك الله وصلوا، لان بالتواصل وبكل شيء حنا كنا كنلقاو مشكل في التسجيل، كنلقاو مشكل في التنقلات. اليوم ولا الحمد لله تسجل اغنيه راه طلع عندك طلع في العالم. نا كنا كنلقاو مشكل. الاساسي اللي كنأكد للشباب بعدا يكونوا واقفين عليه وهو ان يحيدوا الحقد. الحقد بعدا خصو يحيدوا. تكلم فيا تكلم فيك ما خداماش، ولا هذا الفنان زوين هذا ما زوينش، هذا راه كلها بالجمهور ديالو، كلها بالناس ديالو، كلها ب كما كنقولوا بروايحو، راه كلها بروايحو، كلها يعني بالمسائل ديالو. حتى واحد ما يبقى يطعن في شي واحد اللي يقول هذا زوين هذا هذا، كلها راه كيدوز ساعته، كلها كيدوز وقيته، وراكم تبارك الله راكم شباب، وراه الامور راه مسرحه لكم. حنا راه كما كنقولوا راه طيبوا لنا وحنا كلينا، حنا عاود حنا طيبنا لكم انتوما، كلوا عاود. مازالين حتى انتوما ان شاء الله كلكم عطاء. حنا يا ربي العطاء ديالنا هو ان هاد الشباب يمشوا في مسيره زوينه ونبقاو نشوفوه ما يكونوش بحالنا. هما يكون عنده خلافات ومشاكل، تكون مشاكل بسيطه. نعم. وتحل في البلاص ان شاء الله، تكونش كبيره ان شاء الله. الله. قبل ما نمروا للفقره الاخيره اللي هي نسمعوا صوتك ان شاء الله تعطينا شي مقطع ان شاء الله. انا ما بغيتش نفوت الفرصه، اعطينا واخا غير موال ديال شي حاجه جرفيه، غير هكا غير هكا غير مولها بوحدك. انا كنعرفك تبطل ولا ديال المزوقي اللي بغيتي انت اللي اختاريتي، برز لينا داك الصوت اللي كيعجبني. قال لي يا مول الكلام، قال لي يا مول الكلام، قال لك سوق الهوان غرق بالبيبان، وما يدخلو غير السيريضات دومالي، يبيع ويشري فيه بلا ختلان، وما يدخلوش الغشيم بحالي، لحافات الحرير وزارة الكتان، ولا حيكفي لالي، البنات ما يريدو غير الشبعان، ما يسولوش المزلوط بحالي، بغاو الحرير بغاو اللبان، العين كحلا والخد شالي، إلا شافو وزير السلطان، كيلوح راسو من زعالي، وإلا شافو في قيقري قرآن، كيحط كتبو ويرجع بوها لي، هاد القول كنجيبو على رضا، وعلى الناس اللي دايرين بيا، والجمهور العزيز والمغاربة أون جينيرال. ولا قمر مضوية على شداد الما في الصيف، ولا عودة حرة خارجة من دار الشريف وتكدد في اللجمة وتقول خير عداها. عجبونا الخوت وقولوا الغزالي سايسلي عرجوني محيني انا. رجال الله وياك اخويا رضا قالوا هالناس الاولين، ياك اللي ما بهضوه بنات، يا ولد بلادي ما يفرحولوش ناس. رجع في الله يا وي. تبارك الله عليك. شكرا سي رضا. أسأل محبوبي أوش من خطر خسرنا كل ما
واش درنا واش عملنا وسلو محبوبين واش من خطر خسرنا سوينا نزيد كسوى الليل اي وينا وين اي وينا سلام السلام الله سيدي واش درنا واش عملنا وسلو سلو محبوبين واش من خطر خسرنا واش واش درنا